تأثرت مملكة البحرين يوم أمس برياح شمالية غربية من قوية إلى شديدة السرعة مصحوبة بالغبار، مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر. ولإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ أنور الملا، مشرف العمليات في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك أستاذ أنور. بداية، حدثنا عن مصدر الغبار وإلى متى سيستمر في سماء المملكة؟ إن شاء الله. مسي عليكم وعلى جميع مشاهديكم. طبعا مثل ما ذكرت، كانت بسبب الرياح الشمال الغربية التي تأثرت بها يوم أمس مملكة البحرين. وتدنت الرؤية الأفقية وكانت أقل شيء 500، وبدأت بالتحسن تدريجيا إلى أقل أزيد من 5000 متر خلال منتصف الليل. وطبعا مصدر الغبار هذه على المناطق الوسطى والشماليه من شبه الجزيره العربيه المملكه العربيه السعوديه، وتاثرت بها اغلب المناطق الا كانت كثافتها كانت على وسط المملكه العربيه السعوديه اكثر. وطبعا قلت كثافه الغبار على المنطقه او على المملكه البحرين، لكنها دخلت بشكل مفاجئ يعني في ساعات مساء الامس. هل ستخرج ايضا بشكل مفاجئ؟ اي نعم. لان كانت فترات مع مثل ما ذكرت لك ان اغلب الغبار الكثيف كان على وسط المملكه العربيه السعوديه، تاثرنا فيها فتره بسيطه مع هبوب الرياح الشماليه الغربيه، الا انها مع منتصف الليل تحسنت ووصلت الى اكثر من 5 كيلومتر. ونتوقع الرياح الشماليه الغربيه القويه الى شديده السرعه تواصل عندنا اليوم ويوم غد ان شاء الله. يعني هاي الحاله مستمره الليله وغدا؟ الرياح مستمرة لأن الغبار بيكون تصاعد الأتربة محليا إن شاء الله. ما بيكون غبار كثير. فرص أمطار أستاذ أنور؟ والله فرصة الأمطار في غيوم على المنطقة، وفي نوعا ما حالة عدم استقرار على وسط المملكة العربية السعودية، وفي غيوم، بس يعني فرصة المطر جدا جدا ضئيلة. ممكن تكون أكثر شيء غيوم على البحرين إن شاء الله. وممكن أذكر لك أن الحرارة أمس العظمى وصلت 37، إلا أن هي تدنت اليوم إلى 27 درجة مئوية، وهو حول المعدلات لهذا الشهر تقريبا. ومثل ما ذكرت لك بتستمر الرياح القوية، بيكون هناك تحذير لخاصة مرتادي البحر عن رياح شديدة السرعة هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله. وتبدأ الرياح بسرعتها تقل إن شاء الله من يوم الأثنين، بتوصل 15 ل 20 او 22 احيانا خلال النهار، وان شاء الله يعني بيكون الطقس ان شاء الله معتدل. شكرا جزيلا لك، مشرف العمليات في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الأستاذ أنور الملا.